أفضل نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل توقف لعبة روبلوكس عند شاشة تحميل. نقوم بالضغط على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط على تطبيق روبلوكس، بعدها سوف نقوم بالضغط على الإيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق روبلوكس أيضا على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد، قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم روبلوكس. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط